وإنا إليه راجعون وعدنا على فراقك يا أبا عبد لمحزونون. والكلمة الآن كلمة آل الفقيد مع الشيخ زياد الباشا، فليتفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. إخواني، أعزيكم وأعزي نفسي بهذا المصاب الجلل، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله وكما علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نقول عند المصيبة: الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإخواني، نقول في حق أخونا الغالي أبو عبده، النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات سأل الصحابة الكرام: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله، يعني الذي جاهد في المعركة وقتل في سبيل الله فهو الشهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن شهداء أمتي لقليل. قال: القتل في سبيل الله شهيد، والموت في سبيل الله شهيد، والمبطون شهيد، والمطعون شهيد، والغرق شهيد، صلى الله عليه وسلم. وأحسب يا إخواني أن أخونا أبو عبد نال ثلاثة من هؤلاء، أنه مات قتلا في سبيل الله، وأنه مات في سبيل الله، قتل في سبيل الله ومات في سبيل الله، ومات مبطون. المبطون يعني اللي وجعه بطنه أو صار شيء معه. عندما خرج الشهيد من المعتقل كان لا يستطيع أن يتكلم كلمتين وينتظر، يقول لي: عم مهلك، بس بطني عم جهني. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ولا أقول لكم أخواني ما تكلم من الكثير إلا شيئين: ترك في آخر أيامه 30 يوما بدون طعام. 30 يوما بدون طعام، أي إجرام هذا؟ 30 يوما بدون طعام. يا إخوة الإيمان، هل يعقل هذا في البشر؟ في الوحوش، أي منطق هذا يقبله أي عقل في الدنيا؟ ماذا نقول؟ ولكن مع هذا إخواني، نحن لا نستبشر بأحد إلا بكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا أن للشهيد عند الله خصال لا ينالها إلا الشهيد، منها أنه يغفر له عند خروج أول دفعة دم منه، يغفر له ذنبه، ومنها أنه يرى مقعده من النار، يرى مقعده من الجنة، ومنها أنه يلبس تاج الوقار، الجوهرة فيه أكبر من الدنيا وتضيء الدنيا. والأعظم من ذلك إخواني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يزوج الشهيد 72 من الحور العين، فزغردوا يا حرائر يبرود لهذا العريس، زغردنا يا نساء يبرود لهذا العريس. الله أكبر. وأقول لأهل الفقيد، لابنه ولزوجته ولأخويه: ارفعوا رأسكم
كما يقول الشباب أبو الشهيد ارفع رأسك، وأنتم الآن ارفعوا رؤوسكم بالعالي. وأقول لعمي أبو عمر أبو الشهيد رحمه الله ارفع رأسك يا عمي في معسكر الأموات، فقد بات لك شهيدا عند الله سبحانه وتعالى. الله أكبر الله أكبر. ومن عطاء الشهيد ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع لسبعين من أهل بيته، يشفع لسبعين من أهل بيته، يشفع لسبعين من أهل بيته. هذا نكاية في الظالمين، هذا نكاية في الظالمين. ونقول أخيرا إخواني حتى لا نطيل عليكم، كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم